أصدقائي تابعوا الحلقة لأنها كتير كتير حلوة. ومعنا أول متسابق، معك الأستاذ دعبول المتعبل. أهلا وسهلا بك أستاذ دعبول. معنا شوية أسئلة، إذا بتجاوب عليهم بصراحة رح تربح معنا 500 دولار. جاهز؟ 500 دولار؟ إيه طبعا جاهز. يلا نبلش. شو أكتر شي بتحبه بالحياة؟ إذا بدك الصراحة، حدا يطعميني بس بدون ما أدفع مصاري. إيوه تمام. شو أكتر لحظة بتحبها؟ آه يا أستاذ، أحسن لحظة في حياتي وقت اللي بفوت على البيت وبيكون هالأكل جاهز. يا سلام، بس بشرط ما أكون موجود وقت اللي عم جهزوا الأكل وعم بدفع حق مصاري دم قلبي. تمام تمام. شو أكتر شيء بيشغل فكرك بالحياة؟ ما عندي شيء يشغل بالي يا أستاذ، الله يرضى عليك، أهم شيء تكون راضياني علي. تمام. شو أكتر شيء؟ إيش هالأسئلة يا أستاذ؟ إيه ما في شيء نحرك تمنا والله نشف ريدة، إيه كترت أسئلة؟ والله أنا حاسب حساب هيك لحظة. معي هالتفاحة. نعمة كريم، شكراً يا أستاذ. جاهز؟ إيه تفضل تفضل. شو أكتر شيء بيقهرك بالحياة وما بيخليك تنام؟ آه يا أستاذ، حطيت إيدك على الألم. اسمع، أكتر شيء بيقهرني بهالحياة وطبعا ما بخليني أنام الليل، ها؟ نو 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 نو، إني أكون ماشي أنا واحد يعني طالعين مشوار نجيب أغراض، قال على أساس يعني ما معه فراطة بياخذ مني 10 أو 20 ليرة، وأنا طول الطريق يا أستاذ تتذكر فلان غرض اشتريناه؟ ايه. شفت شلون جبناه بكذا مبلغ؟ ايه. لك حطيت 20 ليرة حقه. ايه شفت؟ وبضل بذكره، بضل بذكره على اساس هو شو يعني نسيان نسيان. وهو من جماعة مطنش مطنش. ها؟ وهو مفكر بباله يعني قال يعني شو؟ جيبي وجيبه واحد. ايه شيل عني انا جيبي وجيبك واحد. خليها لربك. انت اسئلتك كترت استاذ، والظاهر بدك انت تفضح المستور. الله يعطيك العافية، وال 500 دولار ما بدي اياها، كفيني هالتفاحة. السلام عليكم.